لا والأسوأ أن النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري دخل عند السيدة عائشة ووجدها ترضع رجلا من ثديها فسألها فقالت إنه أخي من الرضاعة، موجود عند البخاري. كلام ده. طيب احنا خلينا في موضوع الثقة بأنه تحرم الرضاعة حولين فقط. نعم. فلماذا عائشة كانت ترضع الكبير؟ اجتهدت فأخطأت، أم المؤمنين اجتهدت فأخطأت، والجمهور على أن الرضاعة المحرمة ما كانت دون الحولين. بارك الله فيك. السلام عليكم. نحن لا نتشدد، وبالعكس نفتح المجال، وهو أبو عبد الله الآن معنا من العراق. تفضل يا أبو عبد الله. السلام عليكم ورحمة الله. أنا تارك دراجي، دائما أتصل عليكم. طيب اقطع الخط. خلّ. لا 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 أبدا، لا أرضى، لا أرضى. أسب أنا ولا تسب أمي عائشة. نحن لا لا أرضى يا شيخ. يا أخي ما هو هذا لا الوحيد. أرضى لا أرضى، ليس هذا الوحيد. هذا الثائر الدراجي يا شيخ معروف خبيث. نحن نريد أن نبين أن هناك ندخل في موضوعنا عندما توقفنا عند حديث هذا الآن غدير. يقدم لنا هدية. لا لا هو معروف يا شيخ. لو قلنا للناس أن الشيعة تتبنى السب والطعن على أم المؤمنين ما صدقونا. لا هو لو صوت آخر اسم آخر. نعم هو هذا الآن الشخص يبين معروف. يأتي لنا بنموذج، هذا نموذج مصغر مصغر ليشهد العالم بأجمعه. الشيعة الذين لا يسبون عائشة، إن وجد أحد لا يسب عائشة ممن ينتسب للتشيع فلينظر إلى هذا. إذا نوجه ليعرف طيب. ليعرف من يعادون. نعم. إذن حليلة رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى لا يضيع الوقت يا شيخ، إذا أنتم تعرفون هذا الصوت وهذا الاسم كرمكم الله. أنا شخصيا لا أرضى أن يكون في برنامجي وأحاربه، ويا ليتني يا ليتني أظفر به، فهي قربة لله. ولكن طيب يا شيخ، يعني حليلة رسول الله عليه الصلاة والسلام فراش رسول الله، كيف يجرؤ إنسان كرامة لرسول الله الذي عاش معها ورضي بها زوجة حتى خرج من الدنيا، ثم يجرؤ أن يطلق مثل هذه الألفاظ؟ اسمعني إن شاء الله. سمعك تفضل. نعم. السؤال الأول لسماحة الشيخ، أرجو عندما أعرض الرواية أن ينفيها أو يثبتها، وأنا لا أريد أن أعرض شبهة والله العظيم، بل أريد أن أتبين الحقيقة فقط. عندما يقول صاحب كتاب فتح المنعم شرح صحيح مسلم لموسى شاهين لاشين الجزء الخامس صفحة 622، هات القضية مباشرة، إنه يدخل عليها الغلام الأيفع، يدخل على السيد عائشة الغلام الأيفع، وكانت عائشة ترى أن أرضاع الكبيرة يحرم وأرضعت غلاما يا أخي. اخرس 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 اخرس، كفاكم كفاكم يعني. ألا هناك أمر يمنعكم من أن تقعوا في عرض أم المؤمنين؟ كفاكم. عبد الله السلام عليكم يقول ويقسم أنه لن يسوق شبهة، ثم يأتي بشبهات في أم المؤمنين. قطعت ألسنتكم، كفاكم. عبد الله مش لا لا انت كذا. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا، حياك الله. حياك الله وبياك. اسال الله. شيخنا عندنا سؤال. تفضل. نعم شيخنا الكريم، في مساله المراه وما تكلمت عنها من انه يجب احترامها ويجب تقديرها. نعم. ولكنني قرات روايه حقيقه في مجمع الزوائد بان ابو بكر عندما دخل على رسول الله في حادثه الافك قال لرسول الله ماذا تقول في التي قد خانتك وفضحتني؟ هل كان أبو بكر يشك في عائشة هنا؟ أما السؤال الثاني يا فضيلة الشيخ، إنه عائشة في فتح المنعم وفي شرح صحيح مسلم إنه كان يدخل عليها الشاب الأيفع، وكان اقفل على الكلب الرافضي هذا، اقفل. شيعي رافضي خسيس يريد أن يطعن في عرض النبي صلى الله عليه وسلم، هذا المجرم يريد أن يقول بأن عائشة اتهمت من قبل أبيها. قطع الله لسانك، قطع الله لسانك ودمر بنانك،
وأحرقت جسدك وأرى العالمين آية فيك. أتتكلم في عرض الحبيب؟ أتتكلم في حبيبة الحبيب صلى الله عليه وسلم؟ أتطعن في أم المؤمنين الطاهرة المبرأة من فوق سبع سماوات والذي برأها هو ملك الملوك ورب الأرباب؟ أتطعن في التي مات النبي صلى الله عليه وسلم بين نحرها وصدرها؟ أتطعن في الطاهرة بنت الصديق رضي الله عنها وأرضاها ورضي الله عنه وأرضاه؟ أتطعم في التي أحبها النبي صلى الله عليه وسلم وكانت أحب امرأة إليه من النساء؟ أتطعم في المرأة التي نزل الوحي في حجرتها في بيتها وهي موجودة مع الحبيب صلى الله عليه وسلم؟ أتطعم في التي زوجها ربنا للنبي من فوق سبع سماوات؟ أتطعم في التي حمل صورتها جبريل يريها النبي صلى الله عليه وسلم على أنها زوجته قبل أن يتزوجها؟ أتطعن في أشرف مخلوقة وهي زوجه في الدنيا وزوجه في الآخرة؟ أتطعن في عرض الحبيب صلى الله عليه وسلم وتقول أنها كانت تدخل الشباب كذا أي للفاحشة عندها؟ أسأل الله أن يحرق جسدك، أسأل الله أن يدمر بنانك، أسأل الله أن يمزق صفك، أسأل الله أن يبتليك في عرضك وفي نفسك. أتتكلم في عرض الحبيب؟ أسأل الله جل وعلا أن يعافينا من سماع صوتك حينما يدخل خليجي رافضي لا تسمح له بحرف واحد، بحرف واحد. اللهم اغفر لنا ما سمعنا، اللهم اغفر لنا ما سمعنا، اللهم اغفر لنا ما سمعنا. هذا دينك هذا دربك، ذبح تفجير وقتل، كفرت كل البرية عاد كافي ما تمل، عايش بعمق البداوة وساكن بفكرك جهل، لا عقل عندك وعندك جاي ترضع الرجل، شوف وتعقل بكتبك تأمل، عاطل وباطل صاعد ونازل صاير رياضي. نعم نعم. مشي ورد في فتح المنعم في شرح صحيح في شرح صحيح مسلم لموسى شاهين لاشين الجزء الخامس صفحة 622 أنه قال أنه يدخل عليها الغلام الأيسع، وكانت عائشة رضي الله عنها ترى أن أرضاع الكبير يحرم وأرضعت غلاما فعلا وكان يدخل عليها. قال كانت عائشة ترضع شباب قريش، هل يجوز ذلك أن تعطيهم الحليب من صدرها؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فهذا رأي رأته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها واجتهدت وجانبها الصواب، وهي بشر، هي بشر اجتهدت وجانبها الصواب. بارك الله فيك، ونحن بشر. أما العصمة فليست لأحد إلا للرسول عليهم الصلاة والسلام. السلام عليكم. علم العجمي يسأل الأخ ثائر من العراق، ما شاء الله، تفضل يا أخ ثائر الله يبارك فيك. بمقدار ما يكرهك الوهابيون أنا أحبك وأضعاف مضاعفة، تفضل يا أخ ثائر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. حياكم الله سماحة الشيخ وبارك الله بكم. الله يبارك. إن شاء الله حبال محمد في قلوبنا، لذلك تعلمنا منكم هذا الحب. بارك الله بكم. الله